كيفاش اكتشفتي بان هذوك الالات اللي خلى فيك الطبيب في الاحشاء ديالك مده 15 عام؟ كيفاش عرفتي؟ حتى جاني واحد النازل دابا شداتني ليموراجي واحد 3 ما مشيت عند الطبيب الاولاني كنقول انا عندي كونسير اللي حس هذاك النازل بزاف كيشدني بزاف. لا دابا انا مشيت عند الطبيب الاولاني ندا معايا باش خصني لا دابا على بنتي نحيد الوالده. مشيت الطبيب الثاني ندا معايا باش خصني نحيد الوالده. مشيت عند الطبيب الثالث ندا معايا يمكن لو بوسيبل غادي ندير معاك لو بوسيبل باش نحيد ديك الوالده. المهم كنت عند هذاك الطبيب الثالث نهار الاثنين ثلاث عطاني لي دي زاناليز باش نديرهم نلقى عندي الدم ناقص بزاف باش يديروا لي الاربع لوبيراسيون. مشيت بحالي بحال الناس انا والوالده وخوتي. المهم صافي دخلت مع ديك 11 ونص ما خرجت دابا على من البلوك حتى ل 5 ونص. دابا على اللي درتي العمليه شكون اللي اكتشف بهذوك الالات اللي كانوا في الاحشاء ديالك؟ فوس لوبيراسيون داروا لي لو فيبرون لقاو لابانديسيت قربت تطبق فيها 7 سنتيمتر. فاش بغاو يديروا لوبيراسيون نتاع لابانديسيت هزو ديك لابو تلاقاو كيلكو شوز بيزار دي زانسترومون كيلكو شوز كيبغي هزو الجلده لقاو الماتيريال دو شيرورجي فيا. هي عندك شي صوره ديالهم؟ عندي التصاور تاعهم ها هما هادو هما هادوك الماتيريال اللي لقاو عندك. هادي راه لا بانس دابا لا دابا راه مقسومة على ثلاثة. دابا راه فيها لا دابا 3.5 3.5 4 لا دابا 3.5 راه فيهم كلشي الشيء دابا راه كاين في التقرير الطبي ها هما دو التصاور. المهم اللي اكتشفوا هادو جابوا هذا راه هو الحك نتاع لا كلينيك باش يمشي لابوغاتوار. دابا على من بعد مشيت عند 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 المحامي بغيت انا نهز دعوة على هاد السيد. هاد السيد دابا انا خرج عليا 15 عام في حياتي. انا يا انسانة مطلقة كنبغي نوض خدم على بنتي كوكا ما كانوش هاد الناس خدامين عليا انايا فين كان بغا يكون مصاري انا وهاد البنت هادي. بلا فاش كنبغي نخرج انا وبنتي ما كنقدرش انا نتمشى فوق ما كنبغي ندير شي حركه ما كنقدرش. لا دابا على نوقف فوق ما كنبغي نخدم ما كنقدرش. بقيت دابا من دابا بقيت عاها دابا على دارنا مده 15 عام ودابا كنكمل انا تبع المحاكم مع هاد السيد هذا. دابا رجعت كنتبع عند الطبيب النفساني النعاس ما كيجينيش هزيت دابا لا دابا دعوة. دابا نهار الاول خباو ليا الوراق ما بغاوش دابا عليا عطوني الوراق تاعي باش نمشي لوبيتال داو لي اوجيسترا تلفو هادي كومونس سا سفي اوجيستراسيون 7000 دابا على بغا ولدها فيها. المهم انا طلق ديك الساعات وانا حامله اوغوزمون بقاو الوراق في المحكمه شحال طلعوا نزول حتى مشيت عند الرئيس الاول الله يجازيه بالخير نتاع محكمه الاستئناف صافني عند رئيس محكمه الاستئناف ديال اكادير دار لهم جبدوا لي هاد الوصيه. الحمد لله بوجه هذاك السيد خرجوا لي دوسيه في اخر المطاف اعترف بانه هو لذلك العمليه. هو مازال كاع ما معترف كاع براسو. دابا انا جبت الاوراق نتاع لا سيزاريا لو بي سورتي لو بي دونتري لي زوردونونس بسميتو دابا راه حطيتهم في المحكمه مشاو خرجوا لي المحكمه واحد الخبره. مشيت دوزت هذيك الخبره داو لك هي القصة كاينين ولكن الضرر دابا كاين. كيفاش الضرر دابا كاين؟ بغيت نعرف كيفاش الضرر دابا كاين. انا تكرفصت مدة 15 عام وانا اللي كنت كنحس بالالام اللي فيا داو لك داكشي راه سي نورمال راه كيوقع سي با بروبليم لا داكشي راه عادي. العراقيل اللي لقيت في المحكمة هو صفتوني الخبرة الخبرة جات خاوي نهار الاول صفتوني عاوت دابا انا طلبت لهم خبره خارج مدينه اكادير
يا اما في الدار البيضاء، يا اما في الرباط، يا اما في طنجه، يا اما في مراكش، المهم تكون في اي مدينه، ماشي مشكل انا عندي. علاش طلبتي لهم الدار البيضاء ولا اكادير ولا الرباط؟ اللي حس اكادير الخبير اللي كانوا عينوا ليا قال لك اسيدي انت ما فيكش الضرر، هنا الاطباء متحدين بيناتهم. ايه سي سون دي كوليكت على الخدمه، ما يمكنش واحد بغى يدير شي حاجه لصاحبو، راه امبوسيبل. المهم البارح كانت عندي عاوتاني خبره وحده اخرى، ما عرفتها دابا اش بغاو يكون نقولو لوني ندير فيها. وانا ملي طرا ليها هي دابا هذا المشكل هذا، رجعت نتمتم، بغيت نتصاحب، عييت من الدنيا، عييت من كلشي، جوني ما انا هي واحد الحاجه اللي شداني في الدنيا هي دابا بنتي واللي يبان فيا عبد الله. كنوجهو لجلالة الملك يشوف هاد الملف هذا بعين الاعتبار، والناس الاطر اللي في المحاكم تبع وزارة العام في وزارة الصحة يشوفوا لي الحل مع هاد الطبيب هذا. انت كطلبي التعويض ديالك من هاد الناس؟ وانا كنطلب التعويض، وكنطلب راه كاينين بزاف تاع العيالات مساكن طرا لهم الخطا الطبي مع هاد الطبيب. شوف هاد الطبيب هذا يبقى بعدا في المهنة ديالو. دابا انا كنطلب من جلالة الملك دابا يشوف بعين الاعتبار هاد المأساة ديال الأم. لا دابا هاد الملف هذا والله يوقف معاه، والله يخليه لينا، والله ينصرو، راه هو ملك الشعب وحنا ناس ضعافة وحنا عندنا الله. دابا لا دابا سيدنا، وبغيت الناس اللي في المكاتب تاعهم الكبار بحال وزارة العدل ويس وزارة الصحة تشوف هاد السيد هذا. لا دابا راه داير كان في لوبيتال الحسن الثاني في اكادير. هي تما هي فين والان؟ لا دابا راه عندو الكابينيت تاعو كاينه باسمي في قدام استاتيامار الشارع الحسن الثاني. هي شارع الحسن الثاني.